أهلا بكم في ترند. ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصورة التي نشرها قبل يومين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبر حسابه في انستغرام، وتجمع سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مع نجليه سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد وأحفاد جلالته الله يحفظهم. وعلق سمو الشيخ ناصر بن حمد على الصورة قائلا: هو ملكنا وهو أبونا وهو الكل في الكل. اختار موقع سايكل نيوز أحد أشهر المواقع المتخصصة في رياضة الدراجات الهوائية على مستوى العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية. واحتل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المرتبة 29، حيث ضمت القائمة العديد من الوجوه المشهورة في عالم رياضة الدراجات الهوائية، ومن بينهم دراجين ومدراء فرق ورعاة ورؤساء ووكلاء أعمال. دعت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة على حسابها في انستغرام جميع المسافرين إلى المملكة المتحدة إلى اتباع قوانين السفر الجديدة التي سيتم تدشينها ابتداء من اليوم الأحد الموافق 7 يونيو، وتشمل هذه القواعد تزويد تفاصيل الاتصال ومعلومات السفر إلى السلطات البريطانية والالتزام بالعزل الذاتي لمدة 14 يوم. وذكر الموقع الإلكتروني المخصص لإتمام الإجراءات أو إجراءات تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة أن هناك غرامة 100 جنيه استرليني لرفض تقديم تفاصيل الاتصال و1000 جنيه استرليني إذا لم يتم الالتزام بالعزل الذاتي. تفاعل عربي إيجابي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة إعلان القاهرة التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، وقد رحبت البحرين والسعودية والإمارات والكويت والأردن بالمبادرة الداعية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالمسار السياسي مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة. أظهر مقطع فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لهيباً ضخماً وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المخازن الكبيرة التابعة لشركة أمازون في مدينة ريدلاندز جنوبي كاليفورنيا، واندلع الحريق الهائل خلال ساعات عمل الموظفين داخل المخازن، وأتت النيران على العديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارجها، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء الواقعة. يبدو أن النجم العالمي جان كلود فان دام استطاع أن يستفيد بوقته في الحجر المنزلي، فقد وضع النجم الشهير البالغ من العمر 59 عام كل تركيزه على تسجيل مقاطع فيديو ونشرها على قناته الخاصة بموقع يوتيوب التي تتضمن تمرينات رياضية لجسد قوي وممشوق، بعيداً عن تعرض الجسد للترهلات وزيادة الوزن بسبب التواجد بالمنزل لفترات طويلة بدون النشاط اللازم. وقد لاقت مقاطع الفيديو إعجاب كبير أو قطاع كبير من محبيه من مختلف الأعمار، مؤكدين أنها تثير حماسهم للقيام بهذه التمرينات على طريقته أملاً في فقدان الوزن الزائد. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. في أمان الله.